السيد رئيس الحكومة كما سبق أن أعلن أنه الآن الأمور تسير في المسار ديالها طبيعي، إن شاء الله هو يعمل على أن يكون المشروع جاهز حتى يقوم برفع المقترحات إلى جلالة الملك وأن يعكس هذا المشروع الأبعاد والمضامين ديال التوجيهات الملكية السامية. أنا أحلت على وأكدت ما سبق أن عبرت عنه في اللقاء الصحفي لمجلس الحكومة من بعد مجلس الحكومة، ثم ما عبر عنه السيد رئيس الحكومة بأن المسار ديال التعديل الحكومي هو في المسار ديالو الطبيعي والعادي.